احنا دلوقتي يا جماعه رايحين الثري بول مع عبد الله احسن سواق في دهب كلها. انا بهاي ماري حمزاوي منورين دهب. دلوقتي هنركب البشت باجي صح علام وطالعين دلوقتي الجبل وصلنا للجبل وسط الجبل ودلوقتي المفروض يعني نشرب بقى شاي بدو كده بس بما ان الجو حر فجبنا بيبسي عادي بس هنقعد شويه كده في الجبل وبعد كده بقى نطلع فوق نفرلك فوق الجبل وفي منظر فوق حلو مش عارف ايه هو بس هنشوفه دلوقتي يعني. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. صدقنا كل ده يا جماعه دنا بالمعانا معداتنا ايوه بشباشب 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 عبد الله صباح الخير معلش تاخرنا عليك يا عبد الله النهارده معلش دلوقتي رايحين جبل طويلات ان شاء الله ايوه وفي هناك حفل بدوي كده ظريف احنا اهو سلام في ناجي بس مغمى عليه ورا